رجل قدم إلى العمرة وقبل وصوله إلى الحرم ذهب ليؤمن سكنا له ولأسرته، وفي السكن خلع ملابس الإحرام بسبب اتساقها لاستبدالها بغيرها، هل عليه شيء؟ لا بأس، يجوز أنك تغير ملابس الإحرام بملابس إحرام أخرى، أو تغسلها تنظفها وتلبسها مرة ثانية، لا بأس، ما في مانع. نعم، إنما الممنوع لبس المخيط، أما إذا غيرتها بملابس إحرام أخرى إزار وردة ما في مانع.